ثانية داك السود خفيت انا كيف تصيب كيف كتوصف الشعور ديالك وانت كتفوزي المرتبة الثانية خصوصا في واحد المنطقة اللي هي منطقة قروية واللي شوية هذا الامر ديال السباق ديال المرأة شوية مازال عنده شوية ديال سميتو انا كنفتخر بهذا ديال التحفظ انا كنفتخر بهذا المرتبة الثانية وهذا كيكون لي شرف باش نشوف هذه شكرا كنشكر بزاف الله يبارك